السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب اليوم راح ناخذ كيف نسوي اللي هي بولتس، كيف نسوي رصاص، يعني نخلي الكاركتر اللي عندنا يطلق رصاص مثلا. فراح نشوف اليوم كيف نسوي هذه الطريقة. زي ما انتم شايفين سويت مشروع جديد سميته بولت وباكج جديد اللي هي بي جيم والكلاس اسمه جيم. طيب زي ما انتم شايفين هنا هذه اشياء معروفة خلاص اللي هي المين، نسوي نيو من الجيم، وهذه اللي هي برنت كومبوننت، وراح نرسم مستطيل هنا، وفي هنا عندنا اللي هي اللي هي البينت الرسم وطريقة الدبل بافرينج. ما في شيء جديد. وهنا عندنا اللي هو الجيم كونستراكتور او الميثود كونستراكتور، ما في شيء جديد برضه. في اضفت انا حاجة اللي هي اد كي لسنر نيو كي ال، هذه شرحتها في المحاضرة اللي راحت ايش يعني. طيب وش هي الكي ال؟ هذه هي من هنا تبدأ. طيب فسويت اكستند اللي هي الكي ادابتر واستخدمت الكي بريست لما ينضغط الكي. طيب وسويت اللي هي كي ايفنت الحدث اللي على المفتاح اذا حصل ايش يسوي؟ ياخذ الكاركتر ويخزنه في اكس ان ويستخدم الاكس ان، هل تساوي اب هل تساوي داون. فاللي سويته انه ايش، بس اب وداون، يعني هذا اللي ينفذ البرنامج. فلو هنا فيه بعض المتغيرات اللي هي الاحداثي وال دبل بافرنج ايمج ودبل دبل بافرنج جرافيك، فقط هذا اللي موجود، واللي هي الامبورتنت لكل الكلاسز اللي يحتاجها. طيب فلو اسوي رن ببساطة هذا البرنامج زي ما قلنا، بس في اب وداون اب وداون، فالتغيير راح يكون على الواي فقط، واخذنا الاف هذه انها يعني الحدود. فهذا اللي البرنامج يسويه، بس يطلع وينزل وما يقدر يخرج عن اطار اللعبة. وكبرت الاحداث خليته اطول كمان شوية اللي هي 300 × 600 او 600 × 300 هنا. طيب ايش حنسوي؟ حنسوي بوليت. طيب نرسم البوليت، نقول انه جي دوت نقول فيل ريكت الاركيتر، ونقول انه الويدث يساوي مثلا خلينا نقول 4 عشان يبان، والهاي نخليه 5 أو 6 مثلا. طيب فاصلة منقوطة. طيب ونخلي الاكس ده الحين لو اسوي تنفيذ ما حيبان شيء لانه الصورة مرسومة فوق، او طلقة الرصاص مرسومة فوق، فما حيبان شيء. خلينا نغير اللون، نقول جي دوت مثلا ايش سميناها 6 كولر، بعدين نقول اللي هي الكولر دوت مثلا عفوا ريد. طيب نسوي امبورت للكلر للكلاس اللي هو الكلر وفقط. الحين لما اسوي تنفيذ شوف الرصاصة موجودة هنا، لو اكبر الشاشة شوفها موجودة هنا، لكن كل ما احرك الداون واب يتحرك معايا لاني مخلي الاحداثي حق الواي نفس يعني احداث البوليت نفس احداثي اللي هو الكاركتر، مثلا
الكاركتر اللي هي هذه. طيب فهذه حنخليها الرصاص البوليت، وهذا حنخليه الكاركتر اللي هو الشخص اللي حنستخدمه يطلع وينزل، او السفينة حقتنا اللي نتحرك فيها. فخلينا نقول انه مثلا هذا 25 وذي 6، نقول ان الواي زائد مثلا 12. طيب ايش الهدف؟ لو تلاحظون صار في النص، او يعني مو في النص مرة، صار تقريبا في النص. خلينا نخليها 10 بدل ما، خلينا نقول 10. طيب والاكس نقدمه شوية، مثلا هو 10 والاكس عندي هنا 6، فخلينا نقول مثلا الاكس زائد 10 6، نقول زائد مثلا 5، او خلينا نقول 6 عشان يكون بارز شوية. هذا الناتج اللي راح يطلع. لو تلاحظون الرصاصة هنا انحطت على الآلة هذه أو الكاركتر الأسود، وراح نستخدمها في الطلق، لكن ما حنخليها تتحرك مع نفس الكاركتر. طيب طيب حنسوي إحداثي جديد هنا، هذا الإكس والواي للكاركتر، حنسوي إكس وواي للبوليت. فخلينا نقول إكس بوليت وواي بوليت. طيب هذا إحداثي للبوليت. طيب وين نحط القيمة الافتراضية؟ فنقول هنا انه القيمة الافتراضية هنا، فنقول اللي هي البي، ايش سميناها، اكس بي يساوي فاصل منقوطة، وناخذ نفس القيمة اللي هنا، نبغاه يكون نفس القيمة، راح نقص ذي ونلصقها هنا، ونقول هذا يساوي اللي هي بي اكس، وهذا البي واي، وننسخ العشرة، ونقول عفوا الواي للبي يساوي واي زائدا 10. طيب فلو ننفذ كذا فصلنا الاثنين عن بعض. صرت لما احدث لما احرك الاحداثي اللي هي الواي، البوليت ما يتحرك معه، فكذا فصلناه عن بعض. طيب نيجي نقول نخلي البوليت هذا يساوي 6، ونخلي الرسمة دي أسفل عشان يكون الكاركتر هو اللي فوق. ولو نسوي تنفيذ يصير الكاركتر كأنه هو اللي فوق، أو عفوا اللون خلينا نرجعه بلاك. فما نقول ريد، مثلا نقول بلاك. فهذه الفكرة، هذا في النهاية حيكون التنفيذ زي كذا. والرصاصة تحت الكاركتر، خلاص. طيب بعد ما انتهينا سوينا الرصاصة، ايش نبغى نقول؟ نبغى نقول اذا ضغطنا المسافة تتحرك الرصاص. فحنيجي هنا نقول حنقول اف مثلا
او قبل الاف سبيس عشان نشرحها زين. ابغى اقول انه البولت يتحرك الى الامام دائما، فايش اسوي؟ اخلي البي بلس بلس، فكذا لو نجي ننفذ، لو تلاحظون الرصاصة انطلقت وخلاص انتهى الهدف، لكن ما نبغى ينطلق الا اذا ضغطنا على المسافة. طيب فايش اقول؟ اسوي هنا متغير جديد بوليان، خلينا نقول انه عفوا public boolean ونسميه مثلا shoot. طيب ونخلي قيمة الافتراضية يساوي false، او خلينا نحطها هنا control z copy، خلينا نقول هنا انه shoot يساوي false. طيب فنجي هنا نقول فين الرصاصة هنا، طيب هذا اللي فوق اللي هي الرصاصة اللي بالأحمر، واللي بالأسود هو الكاركتر. فنجي عند الرصاصة نقول اف ان الشوت صحيح، اذا كان صحيح ايش يسوي؟ اذا كان صحيح نفذ هذه العملية. طيب متى يكون صحيح؟ اذا ضغطت على المسافة. فاجي هنا اقول اف، خلينا ننسخ هذه، واجي هنا لكن مو داون، نقول سبيس. طيب فنيجي هنا نقول انه الشوت يساوي ترو. طيب خلاص، هذا يعني انه اذا صار اذا انضغط السبيس خلي الشوت يصير ترو. طيب اذا الشوت صار ترو راح يتحرك، يجي هنا ينفذ يقول الشوت ترو، ايه خلي الرصاصة تتحرك. طيب فلو اجي اسوي تنفيذ موافق واجي اطلع وانزل هنا ما في رصاصة، لكن لما اضغط مسافة تطلع الرصاصة وتمشي. طيب لكن الرصاصة ما طلعت من الكاركتر، طلع من مكان ثابت، فابغى اقول مكان طلق الرصاصة خليه يساوي نفس احداث الواي حق مين؟ حق الكاركتر. يصير اذا الكاركتر هنا يطلق من هنا، اذا الكاركتر فوق هنا ياخذ احداث الواي ويطلق من نفس المكان. طيب نيجي ننفذها هنا، نقول انه نعطي قيمة ابتدائية للايه، للي هي لل عفوا نشيل ذي، فنعطي قيمة ابتدائية هنا، نقول ان الواي يساوي البي واي يساوي الواي. طيب لكن هذا متى يتنفذ؟ اذا سويت نيو كاركتر. والتنفيذ فين يكون؟ في البينت، مو على اللي فوق، يكون هنا فقط. يعني عفوا ايش نسميها؟ التنفيذ المتكرر، لأنه كل شوية يسوي ريبينت ريبينت ريبينت، فيقعد كل شوية يسوي رسم جديد. وهنا البي واي ثابتة، أخذت القيمة برا الريبينت، فايش نسوي؟ نشيل هذه من هنا ونجيبها هنا. طيب فكأني أقول له إذا سويت إعادة رسمة وكان إحداث الواي متغير، خلاص لأنه هنا حيستدعي اللي هي البينت، البينت كومبوننت، وحيجي هنا ويقول لي
حط الواي زائد 10 وحطها في الواي بي. طيب خلينا ننفذ عشان نفهم اكثر. الحين انا نزلت الواي صار باحداث جديد، فسوى ريبينت ورسم الصورة واخذ الجرافيك وارسلها للبينت كومبوننت، وراح للبينت كومبوننت قال اسمع الواي بي خليه في نفس الايه يعني خلي الواي اللي هو حق الكاركتر يساوي الواي بي، يعني كيف الرصاصة راح تكون هنا خلاص زائد 10، زودنا 10 عشان كذا هي نازلة هنا. طيب فاطلق من هذا المكان، فلما يطلق شوفوا طلع من نفس المكان. لما اطلع هنا فوق اطلق في حاجة ثانية حنسويها انه يطلق اكثر من مرة. ف هذا مكانه خطأ هنا الحين، فحنشوف ايش الخطأ، بس خلينا نخليه يطلق اكثر من مرة. كيف الطريقة؟ اقول له خلينا ننفذها. اذا اطلقت، طيب ننزل هنا نقول اذا اطلقت ووصل الكاركتر الى هذا المكان اللي هو احداث الاكس يساوي 600، اذا وصل 600 ارجع صفر للعملية، يعني خلي البي يساوي الاكس فيرجع هذا الرصاصة على الاكس هنا، وخلي الواي برضه ترجع اللي هو الاحداثي حق الكاركتر. طيب فهذا اللي حنسوي. فايش نقول هنا؟ نجي نقول اف انه اللي هي البي اكس كل شوية تزيد. طيب اذا صار البي اكس او الاكس بي اصغر من الاطار حق النافذة اللي هي كم حطيناها، حطيناها 600 هذا الاحداث الاكس، اذا كان اصغر من 600 خلاص، لكن ما حقول 600 راح اقول ايش get اللي هي width، خذ المساحة حقت الاطار اللي هي 600 وحطها هنا. طيب لما يسوي get width ايش حقول له هنا؟ حقول له خلي البي اكس يساوي الاكس، رجعه من جديد. طيب ايش في شيء ثاني؟ عفوا البي اكس او الاكس بي. طيب ايش في شيء ثاني؟ اللي هو الحين سوينا البي، طيب باقي الواي نرجع كمان نفسه هنا ننسخه ولا صح؟ طيب فكذا رجع الاكس والبي من البداية اذا وصل البي اكس للجيت ويدث، وكمان ايش خلي الشوت يساوي فولس، لانه شوف لو نفذناه الحين واطلقت ضغطت مسافة، الحين ما ضغطت مسافة، لكن ايش المشكلة قاعد يطلق كل شوية لانه اللي هي الشوت ترو، فاروح اغير الشوت واخليها فولس واقول كمان الشوت يساوي فولس. ايش كتبت؟ طيب عفوا اللي هي الشوت يساوي فولس. طيب فلو انفذ هنا اوكي، لو اجي انفذ واطلق تروح الرصاصة وبعدين يتوقف الطلق، ليه؟ لانه تغير الشوت صار فولس. متى يتغير يصير ترو؟ اذا ضغط مسافة، فلما اضغط مسافة مرة ثانية يطلق. فهذا اللي هو التصحيح اللي سويناه عشان يطلق اكثر من مرة، لكن ما تقدر تطلق اكثر من مرة في نفس الوقت، لان لما تروح الطلقة بعدين تطلق مرة ثانية. شوف لما اضغط مسافة ما يطلق،
لا لأن سويناها على طريقة اللي هي طلقة واحدة، راح ناخذ كيف نسوي أكثر من طلقة، بس خلينا نفهم الحين طريقة الطلقة الواحدة. طيب في خطأ اللي أبغى أقول لكم عليه اللي هي هذا السطر، اللي هي الواي يساوي اللي هي الواي بي إحداثي الطلقة تساوي إحداثي الواي. طيب تساويها يعني كيف؟ يعني لما أنزل هنا الإحداثي ينطلق من هنا، بس شوفوا لما أطلع يطلع معايا وينزل معايا، فهذا خطأ. طيب فكيف نصحح الخطأ ده؟ إنه نقول متى الواي تساوي الإكس، متى إذا كان ما في طلق، خلاص؟ أو كيف أشرحها لكم؟ إنه إذا كان الطلق هو كيف أبغى أقول else إنه إيه البي يساوي الواي. خلينا نشرحها بالمثال. في خطأ. طيب خلينا ننفذ هنا. شوف لما أطلق وأنزل ما يتغير، لسه الطلقة ماشية. طيب لما أطلق هنا برضو الطلقة إيه ماشية، فلما أطلق يطلق من نفس المكان. طيب إيش سويت؟ أنا قلت له إذا أطلقت خلي الرصاصة تمشي، خلاص خلي البي واي ثابتة زي ما هي ولا تغير أي شيء. متى توقف؟ متى تخلي البي واي يتوقف؟ إذا كانت الطلقة فولس، خلاص إذا كانت الطلقة فولس روح على الإكس وخلي البي إيه وخلي الطلقة تساوي إحداث الطلقة تساوي إحداث الكاركتر. فهذا اللي سويته هنا. طيب على كذا إحنا ما نحتاج، خلينا نجرب هنا، إنه ما نحتاج نصفره من هنا، لأنه هو حيتصفر already إذا كانت اللي هي الشوت false. فنيجي نقول تنفيذ. أوكي. فلما أجي أطلق شوف الطلقة ماشية وأنا تحت هنا، وأطلق مرة ثانية الطلقة ماشية وأنا واقف هنا. طيب خليني أكبرها عشان توضح. طيب فلما اجي اطلق الطلقة ماشية، وغالبا حيكون التنفيذ صحيح، الا اذا تعمقنا زيادة راح نلقى اخطاء ثانية، لكن التنفيذ بشكل عام الان صحيح. فاتمنى انكم استفدتم من الفيديو اليوم كيفية اللي هي طلق رص أو مجموعة من رصاصة واحدة عفوا، وراح ناخذ كيف نسوي مجموعة من الطلقات، بس قبل راح ناخذ إنه الطلقة كيف تؤثر في مثلا اللاعب. مثلا إذا أطلقت على كاركتر معين طلقتين يختفي هذا الكاركتر أو ينكسر. فأتمنى أنكم استفدتم من الفيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.